السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد معايا وانطلاقة جديدة مع الحدقات. جيناكم بوصفة غزالة رائعة من ألد ما يكون، شربة سهلة واقتصادية مقوية للمناعة وفي نفس الوقت فوائدها كثيرة وعديدة. ايوا بقاو معايا، نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى انكم تنوضوا وتطبقوها دابا. انا كيف شفتوا معايا عندي قبطة ديال الكرافس اللي غادي ناخدها ونقطعها هكا عشوائيا، وغادي نوريكم حتى الطريقه اللي ممكن اننا نطحنوا بها او لا بغيت نقول لكم نمجدوا بها الشوربه ديالنا بسهوله. غادي ناخذ هاد لاباراي اللي شفتو معايا او لهاد الروبو اللي الفوائد ديالو كثيره والاستعمالات ديالو عديده، كينفعنا في الربيع مطيشه وكذلك كينفعنا حتى بالنسبه الى كنا غادي نقطعوا اللوز اولا او غنطحنوا اللوز اولا، كذلك حتى بالنسبه لانواع الخضر. يعني كيف ما تنقولوا دابا تقريبا عندي شي 4 سنين ولا 5 سنين وكنت كنخدم به لي كوموند، فريمون نفعني بزاف 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 لي كوموند ديال الحلوه، خاصه بالنسبه للناس اللي حريفيه. فوالا كيف كتشوفوا معايا غادي نديرو في هاد اللعيبه وغدا نطحن لانه كيطحن كميه كبيره اولا كثيره. الثمن ديالو ما غاليش بزاف، ما تيتجاوز تقريبا 1400 درهم اولا 28000 ريال. غادي نقوم بطحن هاد المكونات جيدا ونتلاقاو. وراكم تشوفوا معايا من بعد ما طحنت غادي ناخذ واحد البلاستيك اللي غادي ندير فيه هاد اللعيبه، نحاول نخبط من الجناب ونجمع نوضعه جانبا. غادي نحاول اني نحيدو هنايا من آلة الطحن. شو تبارك الله شحال كان غادي يمشي. ايوا ونوضعو هنا ومن بعد ناخد هاد اللعيبة وغدا نعاود نطحن اولا نقطع قبطة قزبر وقبطة معدنوس، مخلطين هنا بزوج. فوالا كيف كتشوفوا معايا نقطعهم غير كبير باش ما يشدش ليا الوقت بزاف. فوالا هنايا قبطة وحدة قزبر وحدة معدنوس. المرحلة الموالية اللي غادي ندير غادي ناخد مطيشة اللي غادي نحيد ليها غير الزريعة فقط. ومن بعد هنا خديت تقريبا 4. فوالا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد الاناء اخر اللي غادي نوضع الخرقوم، هنا معلقه كبيره وهنا معلقه كبيره. غنوضع معلقة صغيرة سكينجبير هنا ومعلقة سكينجبير صغيرة هنا، إبزار هنا إبزار هنا.
فوالا كيف كتشوف معايا الملحه هنا وملحه هنا. وغدا نوضع 4 معالق عامرين كبارين ديال الكرافس، لا ديال القزبره والمعدنوس، وهنايا غادي ندير معلقه كبيره، والجهه الاخرى تاع هي غادي ندير 4 معالق عامرين تلفوق. فوالا كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذ واحد الكوكوط كنوضع فيها هذا الخليط اللي طحنته، نشلي لهذا الشيء بواحد الميه اولا نحيدو بواحد المعلقه، ونوضع تقريبا واحد يترونس ديال الماء. المرحله المواليه غادي ناخذ واحد الكاس وغادي نوضع فيه الزيت، غادي نوضع اولا غادي نضيف على هذا الكاس لاروب ديال الزيت، جوج معالق عامرين اولا جوج معالق تل 3 كبارين ديال المطيشه ديال الحك، غادي نضيف كذلك الحمص الى غادي نكون ديجا رطبته، غير في الترموس يعني ديري الحمص في الترموس ديالك وخوي عليه الماء طيب ميم با واحد ساعه ساعه ونص كيكون واجد. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ينقيو الحمص تكون كونتيتي كثيره، ما عليكم الا بالمحكه واحد الحجره، ديك المحكه اللي كنحكو بها الرجلين جيبيها تكون نقيه عمرك ما استعملتيها، ديري في واحد الطبيق وحكي بها هذاك الحمص راه دغيا غيتفسخ ليك، دغيا على شرط انها تكون نقيه. ما تنساوش كذلك تضيفوا كاس من العدس، فوالا كيف كتشوفوا معايا. ما تنساوش مليحه وغادي نسدو على هادشي كامل. فوالا كيف كتشوفوا معايا. من المرحله المواليه من بعد غادا ناخد هاد الصدر ديال لاداند اولا ديال بيبي، وغادا نقوم بالتقطيع ديالو. فوالا نضعو مع الخليط الاخر. المرحله المواليه غادي ناخذ واحد البصله غادي نحكها بهذه الطريقه بالحكاكه الغليظه كيف كتشوفوا معايا. ما نساوش بان البصل مضاد حيوي طبيعي ومقوي للمناعه، اضافه انه كينفعنا في الحاله ديال نزلات البرد وكذلك الانفلونزا.
وكذلك كذلك كذلك معدل السكري بنسبة كبيرة أو بنسبة لكثيرة، خاصة بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال ضعف المناعة وارتفاع السكري. غادي نحكو هكا في الحكاكة اللي غليظة، فوالا من بعد غادي ناخذو الشربة ديالنا، غادي نضيفو عليها هذيك البصلة اللي محكوكة. والمرحلة الموالية غادي ناخذو بصلة أخرى من غير البصلة اللي درنا في الأول، غادي نقيوها بهذه الطريقة اللي كتشوفوا معايا. ومن الأفضل أنها تكون بصلة حمراء غرية يا رب. وغادي ناخذ هذا الخليط وغادي نقوم بتشليضها او تقطيعها الى شرائح على المكونات. فوالا كيف كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نقومو بخلط هاد المكونات جيدا. فوالا المرحله المواليه اللي غادي نديرو، غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال السمن عامره وغادي نضيفها للخليط. وفي هذه الاثناء غادي ناخذ واحد الاناء، المرحله ما سجلتهاش، غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه نخلط فيه هذه المكونات جيدا. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه دقيق مع شويه ديال المطيشه ديال الحك، مع شويه انايا نشوف الحمص واش طاب، مع شويه ديال المطيشه ديال الحك، وكذلك دمغ ديال البنه. غادي نقوموا بالخلط ديالها وغادي نضيفوها لهاد الخليط او لهاد الشوربه ديالنا. وحنايا كنخلطوا اولا كنحركوا مزيان 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 مزيان، ولكن قبل من هادشي كامل غادي نكونوا سدينا واحد 5 دقائق ميم با على الشوربه ديالنا، عاد نديروا المرحله الاخرى. واكيد غادي نكونوا حصلنا على شوربه رائعه وزاله او ما يسمى بالحريره المغربيه. هنا اسمحوا لي لانها ثبتت عاد صورتها، جلون ديالها احمر، غير هو مع التليفون عندي التصوير ديالو على قد الحال، هذاك الشيء علاش ما جاتش باينه في اللون، ولكن في المذاق ما نعاودش عليكم. من اروع والد ما يكون مع هذا البرد ومع هذا المنطقه اللي خصنا نرتاحوا تحتها ونشدوا ديورنا. حاجه اخرى اللي جد مهمه نبغي نقول لكم، ملي تضيفوا هذيك المطيشه تضيفوا شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الربيع او ديال الكرفس باش تعطيكم لذة احسن وافضل. اما بالنسبه للاداند صوتيو في مقيله وحطوه مع الشوربه ديالكم. وقيله وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، وما بقى لينا الا نقول لكم بالصحه والراحه. ما بقى لينا الا نودعكم والى اللقاء في حلقات اخرى، فيديوهات اخرى، وصفات اخرى، وشهيوات دائما مع قناه حلويات ام عبد المغيث وويد خنفيسه.